ايه ده ناجي بيه؟ مين كل دول؟ احنا فين؟ ده زي ما تقول موقف بني ادمين، يعني اللي هارب من حكم، اللي عامل لجوء سياسي، اللي طفشان من بلده، اللي طفشان من مراته. وكل دول هيعدوا معانا من النفق؟ والله يا ناجي بيه مثل ما انت شايف اليومين دول زحمه زحمه بحيل. اه موسم. نعم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. انما ايه الحاجات دي كلها يا ابو موسى؟ انا حاسس ان انا في قريه البضائع في المطار. بقول لك ايه يا ابو موسى؟ انت هتمشينا امتى؟ اوعى تكون هتمشينا بالدور. انا مش ممكن هستنى كل دول. انا متفق معاك على الميعاد. ها؟ طور روحك يا ناجي بيك. اصبر لما ابو شعلان ينطينا الاشاره. مين ابو شعلان ده يا باشا؟ ابو شعلان اللي بالطرف الثاني. اللي وده يفتح لكم بس تمرونا من النفق سالمين غانمين بعون الله. ما فهمتش ولا حاجه. ابو شعلان ده اللي في الضفه الثانيه من رفح، تبع رفح الفلسطينيه. طب ابو شعلان ده عنده بنت حلوه برضه؟ انا بسال بس، يمكن يكون وشنا حلو عليه نروح نلاقيها بتتجوز يا روح. الو يا حي ابو شعلان. يا هلا حياك الله. اسمع انا زعلان منك. اي زعلان منك وزعلان بحيل بعد. انت وينك يا رجال؟ وينك للحين؟ ليه ما جيت الفرح ها؟ زين زين زين، ما يخالف عذرك مقبول. اسمع الشباب يجونك الحين. اي الحين يجونك. زين هلا 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 تعال. يلا كل واحد ياخد ازازه ميه وازازه لبن وانبوبه اكسجين. هم مديين ازازه ميه ليه يا ناجي بيه؟ عشان لو عطشت. طب مديين ازازه لبن ليه يا ناجي بيه؟ عشان لو ما عطشتش. مؤاخذة يا باشا، هي الشيشة دي نظامها ايه؟ شيشة ايه؟ دي انبوبة اكسجين. اكسجين؟ ليه؟ هنلهم حاجة هناك؟ اسمع عادة اهو، أنا مش عايز قلب دماغ. زي ما أعمل تعمله بالظبط. احنا أصلا جاهزين. يلا يلا بقى. لو صبر القاتل على المقتول. النور اهو زي الفل، فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو موسى. لا والنبي والنبي يا ناجي بيه ما تخلوش يخف النور. ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو موسى. حسام تمام يا باشا. ابراهيم ابراهيم ابراهيم. يلا انزل. يلا انزل. انا راجل غطاس، الموضوع ده تافه بالنسبه لي. حسام حسام انت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن لن نصيبنا الا ما كتب الله لنا. بسم
التهامي. انزل بالراحة، ها؟ نفق متلصم، ما تدبش على الأرض. أمرك يا باشا. زاهر؟ لا 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 لا، بلاش أنا والنبي النجيبي، بلاش أنا والنبي، ده ضيق قوي. أنا حاسس إن أنا اتخنقت تحت، أنا عندي فوبيا من الأماكن المقفولة. الله أكبر يا باشمهندس، ما تهبق وتنزل. الله، ده شكله حتى سرح وبارح. ده بركة الضحك اللي كان في أمه. ده عدم عدم عدم. الله الله الله، ما تنزل يا باشا، دي شكلها سرحة وبارحة. طبعًا، ما هو ده بالنسبة للنفق اللي أنت قاعد فيه أنت وأمك، ده يعتبر سويت. يلا زاهر بلاش من هنا، يلا يلا امسك ايدي، امسك ايدي، القفوا معايا يا توهام. انزل 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 انزل، ما تخافش، انزل. تمام يا باشا. عارف ان انتوا قلقانين، بس فكروا كده واحنا راجعين ومعانا الفلوس ومخلصين الشغلانه، وكل واحد بيحقق الحلم اللي كان بيحلم بيه، اكيد احساسكم هيكون مختلف عن احساسكم دلوقتي. احنا هنرجع من نفس النفق ده باشا؟ طبعا. محدش فيكم يعني سالني انا ليه اخترت اللي احنا نخرج من هنا وده ارجع من هنا. والله يا باشا انا كنت عاوز اسالك السؤال ده، بس حضرتك مانع على اسئله. لا بالعكس، ده سؤال كويس. ربنا يكرمك. احنا لو كنا عدينا من المعبر بتاع الحكومة كان لازم يشوفوا الباسبورتات بتاعتنا ويثبتوا دخولنا. احنا دلوقتي لا خرجنا ولا دخلنا، دلوقتي احنا لسه ببور فؤاد، ولا يمكن لأي حد يقدر يثبت اللي احنا لينا علاقة بالموضوع. ايه المفهومية دي يا كبير؟ عليا النعمة، ده انت دماغك تسع بدل الدنيا ألف. طب عايز تقنعني انك فاهم كلمة من كلام الباشا؟ لا. طب نقطنا بسكاتك بقى. ايوه يا باشا، بس النفق ده ممكن يقع لينا. يا زهر يا حبيبي، لازم تعرف ان انا اخترت النفق ده مش اعتباطي. ما الانفاق كتير ويعدونا بفلوس اقل من اللي احنا دفعناها لبوس. لما احقاق للحق، الراجل ده عامل النفق بضمير. محطه حديد مسلح. والله زين ما اخترت يا ريس، الغالي ثمنه فيه برضه. والنفق ده طوله قد ايه يا ناجي باشا؟ 9 كيلو. 9 كيلو؟ انتوا فاكرين في بوس فؤاد لما كنت بمشيكم من الفيلا لغايه المعديه؟ كانت المسافه 18 كيلو. يعني المسافة دي نص بالظبط. بس ده كان على البحر يا ريس، مش في نفق لا مؤاخذة. أنا مش عايزكم تفكروا إن إحنا ماشيين في نفق. تخيلوا إن إحنا ماشيين على البحر بنتفسح. ما بتعرفوش تتخيلوا؟ فاكرين لما كنت بقول لكم غمضوا عينيكم؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. أهو الإنسان مصيره في النهاية حفرة زي دي. آه الإنسان لو يتعز. افتكر لنا حاجة حلوة يا شيخ حسن. بقول لكم اتمشوا على البحر. انا متخيل، والمصحف انا متخيل. متخيل ايه يا ابراهيم؟ انا في مارينا. الواد ده خياله عالي قوي، شايف ايه؟ ده انا شايف حته مزه ماشيه على البحر ولابسه مايو ابيض. ايه حكايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هتسيب الراجل يتخيل يا شيخ حسن؟ هتخش له كمان في خياله؟ هو بيتمشى في مارينا، اتمشى انت في الحسين. يا نهار اسود. إيه، ايه في ايه؟ في ايه؟ لا اصل وانا بتخيل جوزها دخل علينا يا باشا.